بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. أشهد أنك حجة الله وابن حجته، وأشهد أنك قتيل الله وابن قتيله، وأشهد أنك ثار الله وابن ثاره، وأشهد أنك وتر الله الموتور في السماوات والأرض، وأشهد أنك قد بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت وجاهدت في سبيل الله ومضيت للذي كنت عليه شهيدا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا. أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها. من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الله الزمان الكذب، وبكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم يمحو ما يشاء ويثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا، وبكم يدرك الله طرة كل مؤمن يطلب بها، وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأرض ثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث،
وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها عن مراسيها إرادة الله في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. لعنت أمة قتلتكم وأمة خالفتكم وأمة جحدت ولايتكم وأمة ظاهرت عليكم وأمة شهدت ولم تستشهد. الحمد لله الذي جعل النار مأواهم وبئس ورد الواردين وبئس الورد المورود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أنا إلى الله ممن خالفك بريء، أنا إلى الله ممن خالفك بريء، أنا إلى الله ممن خالفك بريء.